أهلا بكم في نشرة السادسة مساء من قناة النادي الأهلي وإلى العناوين. مجلس إدارة الأهلي يجتمع غدا لاعتماد لائحة النادي. حسام البدري يرفض رحيل أي لاعب مقيد بالقائمة الأفريقية. ولجنة المسابقات تحدد موعدين لمواجهة الأهلي وسموحة في كأس مصر. مجددا والى التفاصيل. يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر اجتماعه في 14 غد الاثنين بمقر نادي بالجزيرة لمناقشة العديد من الملفات والقرارات الهامة. يأتي في مقدمة جدول الأعمال اعتماد اللائحة الخاصة بالنادي تمهيدا لطبعها وتوزيعها على الأعضاء قبل التصويت عليها في الجمعية العمومية الخاصة والمحدد لها يومي 25 و26 من أغسطس المقبل بمقر نادي بالجزيرة وفرع مدينة نصر. ويناقش المجلس التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 22 يونيو الماضي، وكذلك التصديق على توصيات المكتب التنفيذي المنعقد بتاريخ 11 يوليو، والذي يتضمن تشكيل الأجهزة الفنية لفرق الناشئين والناشئات للتنس واعتماد تشكيل أكاديميات الألعاب الجماعية. أبدى حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تفاؤله بالصفقات الجديدة والتي أبرمتها إدارة النادي برئاسة المهندس محمود طاهر، موضحا أن بدايات مشاركة بعض الصفقات مثل المغربي وليد أزارو وإسلام محارب توحي بامتلاكها دوافع النجاح. وقال البدري أنه ينتظر المزيد من كل صفقات في الفترة القادمة، متعهدا بأن يمنح الجميع ثقته حتى يعبروا عن أنفسهم وعن الاستعداد لنصف نهائي البطولة العربية. قال البدري إن فريقه يقدر ويحترم كل الفرق المشاركة في البطولة، ولا يشغل باله سوى بالاستعداد لتخطي المرحلة المقبلة والوصول للدور النهائي، مؤكدا أن الأهلي استحق التأهل عن جدارة. قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقاء كل لاعبي الفريق والمقيدين في قائمة الأهلي الأفريقية وعدم رحيل أي منهم في فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأوضح حسام البدري المدير الفني للفريق أنه لا توجد لديه أي نية للتفريط في خدمات أي لاعب من المقيدين بقائمة الفريق الأفريقية، نظرا لأهمية المرحلة المقبلة والاستمرار في تحقيق الأهداف المطلوبة وعلى رأسها التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا. ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع الترجي التونسي في سبتمبر المقبل في إطار مواجهتي الذهاب والإياب للدور ربع النهائي للبطولة القارية. أكد أحمد أيوب المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الجهاز الفني أغلق صفحة الدور الأول بالبطولة العربية. وأوضح أيوب أن الجهاز الفني ينظر حاليا نحو الخطوة القادمة من البطولة في الدور قبل النهائي بمواجهة نصف النهائي والتي لم يتحدد طرفها حتى الآن،
في إطار السعي لمواصلة مشوار الحصول على لقب البطولة العربية. وعن مشاركة عناصر أخرى في مباراة نصف النهائي، أكد مدرب الأهلي أن اللاعبين الذين عادوا من الراحة قبل مباراة نصر حسين داي الأخيرة لديهم الفرصة في الظهور بالمباراة المقبلة وفقا لجاهزيتهم ورؤية الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق. يخضع عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي على هامش ميران اليوم الأحد لتحديد موقفه من المشاركة في الميران الجماعي. ويعاني السولية من كدمة في الركبة أبعدته عن المشاركة في مباراة نصر حسين داي الجزائري ضمن الجولة الأخيرة في دور المجموعات من البطولة العربية. وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إن اللاعب حالته مطمئنة بشكل كبير، حيث استجاب للبرنامج التأهيلي والذي خضع لتنفيذه في الأيام الماضية. استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري تدريباته مساء اليوم الأحد على ملعب كتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة نصف النهائي بالبطولة العربية. وكان لاعبو الفريق والذين خاضوا مباراة نصر حسين داي الجزائري بالبطولة العربية قد حصلوا على راحة سلبية من التدريبات أمس السبت، وخاض اللاعبون الأساسيون تدريباتهم أمس تحت قيادة أنيس الشعلالي مخطط الأحمال البدنية. والمزيد من التفاصيل حول تدريبات الأهلي ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الزميل حازم البرعي مراسل قناة النادي الأهلي. حازم أهلا بيك. أهلا بيك فيروز وأهلا بكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي. حازم، في البداية عاوزين نعرف كواليس تدريبات النهاردة. النهاردة بالفعل التدريب هيبدأ على الساعة 6:30 تماما. بدأت توافد اللاعبين بغرف خلع الملابس وهيكونوا جاهزين إن شاء الله بإذن الله 6:30. النهاردة التدريب أول مرة يكون مكتمل، اللعيبة ده اخر مره كان اللعيبه كانت مكتمله في التدريب منذ مباراه الزمالك في اخر مباراه في الدوري فاز فيها الاهلي 2-0 بهدفي وليد سليمان واجاي. واستعدادا طبعا لمباراه الدور قبل النهائي للبطوله العربيه. نعم. طيب حازم، الجهاز الفني للاهلي كان بيدرس الدخول في معسكر مغلق في الاسكندريه، هل تم حسم الموضوع ده؟ هو بالفعل بكره ان شاء الله باذن الله بناء على القرعه اللي هتقرر الاهلي هيلعب الاربع او الخميس، هيقرر السفر بكره بعد التدريب ان شاء الله او الثلاث بعد التدريب، اذا كان الاهلي هيلعب الاربع فالسفر بكره ان شاء الله بعد التدريب، لو هيلعب الخميس هيبقى السفر يوم الثلاث بعد التدريب ان شاء الله باذن الله. طب ماذا عن المصابين يا حازم خاصه عمرو السولي؟ عمرو السولي انا سالته دلوقتي هو الحمد لله جاهز والدكتور سمح له بالمشاركه في التدريبات الجماعيه وهيشارك النهارده في التدريب الجماعي. وهو جاهز للمشاركه في المباراه اللي جايه ان شاء الله باذن الله. باذن الله. حازم البرعي مراسل قناه النادي الاهلي، شكرا جزيلا ليك، كنت معانا عبر الهاتف. والى اخبار البطوله العربيه، حيث كشف عامر حسين رئيس لجنه المسابقات بالاتحاد المصري لكره القدم عن الحصول على موافقه امنيه بزياده عدد الجماهير والتي ستحضر مباريات الادوار النهائيه من البطوله العربيه للانديه. واوضح حسين ان عدد الجماهير والمقرر لها حضور المباريات المقبله هي 25,000 متفرج، خاصة بعد الظهور الحضاري للجماهير في مباريات دور المجموعات. وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي بالبطولة كممثل وحيد للكرة المصرية بجانب أندية الترجي التونسي، الفيصل الأردني والفتح المغربي.
خاطب ايضا من البطولة العربية لاتحاد الكرة، خطب الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني ابو ريدة الجهات الامنية للاستفسار عن امكانية حضور الجماهير في مباريات نصف نهائي كاس مصر. ويلتقي الزمالك مع فريق المصري البورسعيدي، بينما يصطدم الاهلي بفريق سموحة في شهر اغسطس الجاري. واستند مجلس الاتحاد في اتصالاته مع الجهات الامنية إلى حضور الجماهير في مباريات البطولة العربية وعدم حدوث أي أزمات. ومن المنتظر أن يعقد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة جلسة مع قيادات أمنية خلال الساعات المقبلة بشأن التنسيق حول حضور الجماهير في مباريات الكأس. أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة كرة القدم عن موعدين لمباراة الأهلي مع سموحة في نصف نهائي كأس مصر، حيث تقرر أن تقام يوم 10 أغسطس المقبل في حال وصول الأهلي لنهائي البطولة العربية والمقرر لها يوم 6 أغسطس. وأوضحت لجنة المسابقات أنه في حالة خروج الأهلي من نصف النهائي والمحدد له أحد أيام الثاني أو الثالث من أغسطس المقبل، ستكون مباراة الأهلي مع سموحة يوم 9 من الشهر ذاته. أنا الالتزام دايما بتعلم، ببص لقدام، بجري مش بس عشان حياتي، بحب الكورة، بطير بحلمي، وعندي هدف. وإلى متابعة أخبار الألعاب الأخرى، حيث وصل مودي الجرحي لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي أداء البرنامج العلاجي الخاص به نتيجة إصابته في وتر أكيلس، حيث اقترب من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية بعد خضوعه لجلسات علاج خلال الأيام الماضية. ويؤدي الجرحي التدريبات في صالة الأمير عبدالله الفيصل قبل العودة للتدريبات الجماعية في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد. حرص صابر حسين مدرب فريق الشباب لكرة اليد بالنادي الأهلي على الاتصال بلاعبي الفريق والمنضمين لمعسكر المنتخب والذي يستعد لخوض منافسات كأس العالم خلال الفترة القادمة. وجاءت اتصالات مدرب الفريق للاطمئنان على الخماسي محمد زين، عمر خالد كاسيلو، وخالد عصام، وأحمد رهدي، وعبد الرحمن طه في ظل تواجدهم مع المنتخب منذ فترة للتأكيد على دعم الجهاز الفني لهم في مهمتهم مع المنتخب الوطني للشباب، مشيرا إلى أن الأهلي لا يخشى مواجهة أي فريق في الدور نصف النهائي للمسابقة. جولات في الملاعب العالمية، حيث أثنى الهولندي جورجينيو فاينالدوم لاعب وسط ليفربول الإنجليزي على سرعة تأقلم محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني داخل صفوف الفريق،
مشيرا إلى أن الفرعون المصري سيكون مصدر خطورة ليفربول خلال المرحلة المقبلة. وقال فاينالدم في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول: أحرز صلاح هدفه الثالث في الفترة التحضيرية للموسم الجديد، وهذا يكشف مدى سرعة تأقلمه مع الأجواء في الفريق. وانضم صلاح لصفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادما من روما الإيطالي مقابل 42 مليون يورو، وظهر بشكل رائع خلال المباريات التحضيرية للموسم الجديد حيث سجل 3 أهداف في 4 مباريات. أكد سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد الإسباني أنه يتمنى رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم برشلونة الإسباني عن صفوف البارسا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وفاز البارسا على الريال بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الأحد بأمريكا ضمن فعاليات بطولة الكاس الدولية. وقال راموس في تصريحاته عقب المباراة أنه تبادل القمصان مع نيمار عقب نهاية المباراة، ويتمنى أن يكون هذا الكلاسيكو هو الأخير لنيمار مع برشلونة. أكد الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني أنه تعرض للسب من جانب حكم مباراة فريقه أمام ريال مدريد الإسباني والتي جمعتهما فجر اليوم الأحد ضمن فعاليات بطولة الكأس الدولية الودية والتي انتهت بفوز البارسا ب3 أهداف لهدفين. وقال راكيتيتش في تصريحات لصحف إسبانية أن حكم المباراة قام بسبه 3 مرات بأفظع العبارات على حد تعبيره، وأضاف اللاعب أن الحكم أثار غضبه وذلك دفعه للتخلي عن احترامه للحكم وعن فوز برشلونة باللقاء. قال راكيتيتش أن الأهم هو مباراة السوبر مشددا أن اللقاء سيكون مختلف. اقترب البرازيلي فيليب كوتينيو صانع ألعاب ليفربول الإنجليزي من الانضمام لصفوف برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأصبحت المفاوضات بين الطرفين في مراحل متقدمة للغاية، وأكدت مصادر من النادي الكتالوني على إيجابية المفاوضات بشأن التعاقد مع اللاعب رغم أن السعر النهائي لم يتحدث حتى الآن. وقالت وسائل إعلام إسبانية أن رغبة اللاعب في الانتقال إلى برشلونة ستكون لها الدور الأكبر في الصفقة، وسيدرك ليفربول حينها أنه لا مفر من بيع كوتينيو. يمثل البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني أمام القضاء الإسباني غدا الاثنين بتهمة التهرب الضريبي بقيمة 14 مليون و700 ألف يورو. وعاد رونالدو إلى مدريد وسيستأنف التدريبات مع الريال في 5 أغسطس المقبل، ولكن سيكون عليه أولا أن يمثل أمام المحكمة الإسبانية. ونفى رونالدو ومحاميه أكثر من مرة تورطه في التهرب الضريبي مؤكدين أن الضرائب الإسبانية مدينة للنجم البرتغالي ب 265 ألف يورو عن الفترة بين عامي 2009 و2014.
إلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية، والبداية من الجمهورية. البدري لن نفرط في المقيدين أفريقيا. ومن الشروق الأهلي يتمسك بمؤمن زكريا ويرفض عرض الفيصلي المهم. من المصري اليوم تألق بركات في البطولة العربية يربك حسابات البدري الأفريقية. ومن المساء حسام البدري لن نفرط في كأس العرب. من الوفد الأهلي يحصد مكاسب المشاركة في البطولة العربية. وفي الجول الأهلي اتحاد الكرة أخطرنا بموعد فتح باب القيد. من يلا كرة البدري لن يرحل أي لاعب في القائمة الأفريقية ولا نشغل بالنا بالمنافسين. ومن كرة عمرو بركات خلافاتي مع البدري وهمية ولن أرحل عن الأهلي. من يوروسبورت عربية صالح جمعة يحجز مقعده بقائمة الفراعنة في مواجهتي أوغندا. وقبل ختام نشرتنا مع فقرة زي النهاردة زي النهاردة، في 30 يوليو من عام 1990 ولد أحمد حمودي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. حمودي بدأ مشواره مع الكرة في نادي سموحة السكندري ورحل عنه إلى صفوف بازل السويسري في تجربة لم يكتب لها الاستمرار، ليقرر العودة إلى مصر على سبيل الإعارة لينضم إلى نادي الزمالك. عقب انتهاء الإعارة اتجه حمودي للدوري السعودي من بوابة الباطن السعودي، ولكنه لم يكمل عقده ليعود للقاهرة مرة أخرى، ولكن هذه المرة إلى نادي القرن النادي الأهلي. أكيد عيد ميلاد سعيد لاعب الفريق الأول أحمد حمودي. بهذا نكون وصلنا لختام نشرة السادسة من قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.